بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور صادق الهماش المحترم، السادة مساعدي رئيس الجامعة المحترمين، السادة عمداء كليات الجامعة المستنصرية، السادة التدريسيون، الحضور الكرام، طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عيدها الماسي، عيدها الخامس والخمسين، تقيم الجامعة المستنصرية حفلاً مركزياً برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف السيد رئيس الجامعة، تحت عنوان الرصانة العلمية طريقنا للتقدم في التصنيف العالمي للجامعات. يتضمن الحفل توزيع جائزة المستنصرية العلمية، مستظلين بوحدتنا الوطنية، مستشرفين أفق الأبد، نقف منصتين لسماع النشيد الوطني العراقي. أول الكلام وأسماه كلام الباري عز وجل، تلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم، يتفضل بتلاوتها على مسامعنا الطالب مالك عبد الكاظم شمخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. للذين ضحوا لكي يبقى العراق عزيزا شامخا، نقف لتلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وشهداء الأمتين العربية والإسلامية وشهداء المستنصرية. صدق الله العلي العظيم. أنا على أبوابك فارفقي، دفاتري هادي فلا تقلقي، لا تحسد الشمس إذا أشرقت، لا تحسد الشمس إذا أشرقت، مزهوة فوجهك مشرقي. كل نجاحات التي قدمتها أزهار أعياد، فهي انطقي، قولي قولي ملكت الروح يا طالبي. واحتضنيني واحتضنيني، حطمي مأزقي. من يعشق الروح يعش خالدا، وعاشق الأجساد لم يعشقي. من يعشق الروح،
من يعشق الروح يعش خالدا، وعاشق الأجساد لم يعشقي. والصدق في الأعياد إحياؤه، الصدق في الأعياد إحياؤه، من لم يكن كالعيد لم يصدقي. مع كلمة صادقة كالعيد مع السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور صادق محمد الهماش. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة والسيدات الحضور، أبنائي الطلبة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعتنا المستنصرية، وأبارك لكم من القلب الذكرى 55 لتأسيس جامعتنا الجامعة المستنصرية. هذه الجامعة التي كانت ولا تزال وستبقى رمزاً للرصانة والتميز والإبداع، كيف لا وهي تحمل اسم المدرسة المستنصرية، تلك المدرسة التي أسسها المستنصر بالله العباسي قبل ما يقارب من 8 قرون، وكانت أول جامعة على مستوى العالم. فساهمت الجامعة ومنذ تأسيسها على رفد الوطن بالكوادر العلمية الكفوة التي تساهم وتقود نهضة هذا المجتمع والبلد العلمية والأكاديمية. ووضعت الجامعة ومنذ ذلك الزمان نصب أعينها أن تكون متميزة بإنجازاتها وإبداعها وتدريسها، وأن تكون منتجة للمعرفة لا ناقلة لها فحسب. فكانت حقا استحقت هذا الاسم، ولتكون وريثا لهذه الحضارة الإسلامية العظيمة. إن الجامعة مستمرة في تطوير منتسبيها من الأكاديميين والتدريسيين، وتسليحهم بمختلف أدوات العلم ليكونوا أمناء في تنفيذ هذه المهمة وتخريج هذه الكوادر. فعمدت على تطوير العملية الأكاديمية من خلال تطوير المناهج، ومن خلال بث التعليم الإلكتروني وتطوير القابليات الإلكترونية لمختلف الكوادر. وكان هذا العام عاماً للإنجازات بحق، فعلى مستوى الإنجازات حقق علماء وتدريسي الجامعة المراتب المتقدمة في يوم العلم الذي تنظمه وزارة التعليم العالي، كما إن فرق الجامعة في مختلف النشاطات حققت مراكز متقدمة تليق باسم هذه الجامعة، كما نظمت الجامعة معارض للاختراعات والإنجازات العلمية والتي فاقت عن 90 مخترعاً وإنجازاً علمياً، كما أن هذا العام كان عاماً متميزاً للرصانة العلمية. فبعد أن تقدمت الجامعة بأكثر من 10 مراتب في تصنيف QS البريطاني، ها هي تدخل ولأول مرة مع عدد قليل من الجامعات العراقية في تصنيف RUR، ولتتقدم على كثير من الجامعات الآسيوية والأوروبية. إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا التكاتف من قبل الجميع من أجل رفعة وسمو هذه الجامعة.
وما الإصرار على إقامة جائزة المستنصرية للعلوم والآداب إلا تأكيداً على هذا النهج الجديد الذي خطته الجامعة بأن يكون التقدم العلمي هو شعارها وهو الطريق الأوحد للتميز من قبل جميع الكفاءات. وفي الختام اسمحوا لي بأن أتوجه بالشكر لمعالي وزير التعليم العالي الذي كان له الفضل الأول في ما تقدم في رحاب هذه الجامعة وفي إرجاع واستكمال مجمع المستنصرية الطبي في منطقة البياع والذي سيتم افتتاحه قريباً والذي سيكون من أكبر المجمعات الطبية في العراق وفي المنطقة عموماً والذي سيساهم في تحقيق شعار الجامعة في التقدم العلمي وخدمة المجتمع. كما أن الشكر موصول لجميع التدريسيين والعمداء والعمادات وللطلبة فيما تقوم به الجامعة من تقدم ورصانة في التميز على المستوى المحلي والعالمي. أدعو الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم. وفي الختام بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم نتوجه بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجامعة المستنصرية المشرف العام على احتفاليتنا هذه. المستنصرية لا تحصد الجوائز في مجال ما يقدمه علماؤها فحسب وإنما في مجال ما يقدمه طلبتها كل عام، وقد حصدت النشاطات الطلابية على حصدت الجائزة الأولى للجامعات العراقية الحكومية والأهلية في بطولات الشطرنج للطلبة والطالبات. المستنصرية مسيرة وعطاء، فيلم وثائقي عن الجامعة المستنصرية يتضمن نشيد الجامعة. تعد الجامعة المستنصرية واحدة من كبريات الجامعات العراقية التي تدرس العلوم الإنسانية والصرفة والتطبيقية، وتمنح كلياتها العريقة شهادات البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير والدكتوراه في مختلف الاختصاصات التي تدرس فيها، وتلك الكليات هي كلية الآداب، وتأسست مع تأسيس الجامعة عام 1963 للميلاد، وفتحت فيها ثلاثة أقسام هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية وقسم التربية وعلم النفس، ثم توسعت حتى أصبحت تحتوي على 10 أقسام فضلاً عن معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومركز اللغات الأجنبية، والمكتب الاستشاري للترجمة واللغات الأجنبية. كلية الإدارة والاقتصاد تأسست سنة 1963 وتعد صرحاً علمياً ومؤسسة تربوية. في بداية نشأتها كانت تقدم دراسات مسائية بتخصصات الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال. أما اليوم فإنها تحتوي على 6 أقسام إضافة إلى المكتب الاستشاري التابع لها المتخصص في مجالات الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة. كلية العلوم تأسست هي الأخرى عام 1963 بقسمين رئيسيين هما الفيزياء والرياضيات، وتبلورت فكرة إنشاء قسم الكيمياء عام 1980، وتوسعت الكلية وفقاً لتقدمها العلمي الرصين، وتوسعت أقسام الكلية لتصبح 6 أقسام إضافة إلى قسم العلوم للاستشارات العلمية. كلية القانون
تأسست مع تأسيس الجامعة في عام 1963 وارتبطت بجامعة بغداد عام 1976-1977 لأسباب فنية وإدارية، ثم أعيدت إلى الجامعة المستنصرية عام 1988. ويعد هذا العام هو بداية إنشاء كلية القانون بقسميها قسم القانون العام وقسم القانون الخاص. فيك تهجيت حروف الجمال، قرأت في الغزلان سر الدلال، طلاسم الإغراء منك ارتوت، وبين قاعاتك تاه الخيال. يا قبلة العلم ومبكى الهدى ورعشة الفكر وقيد الزوال، غابات ذكراي بك أينعت، فيك أحاديثي طوال طوال، فيك أحاديثي طوال طوال. لولا بقايا من تقن واعتدال لقلت ما فيك الذي لا يقال. يا معدن الورد وجفن الندى ولسعة الشهد وفحوى الزلال، فرحت أو قاسيت فيك فلن أنساك، ما عشت محال محال. مع الشعر في دوحة الشعر مع الشاعر إسماعيل زيدان القريشي من كلية الآداب. القصيدة بعنوان حقيقة الميلاد. رفعت منارا رفعت منارا وارتقت ببلادي، وتسنمت راياتها بإيادي، وعليها في كل البلاد وعليها في كل البلاد تشابكت أيدي تقود العرب للإرشاد. رفعت مناراً وارتقت ببلادي، وتسنمت راياتها بإيادي، وعليها في كل البلاد تشابكت أيدي تقود العرب للإرشاد. خطت مدارسها فكانت أمة تهب الأنام منازل الأسياد. في كل عام خطت مدارسها فكانت أمة تهب الأنام منازل الأسياد. في كل عام من شموخك في كل عام من شموخك آية تبقى على مر الزمان تنادي، إن العلوم طريق كل مفكر ومحرر ومجدد وريادي. قادت لنا المستنصرية أمة علماؤها أسياد كل بلادي. في كل عام من شموخك آية في كل عام من شموخك آية تبقى على مر الزمان تنادي، إن العلوم طريق كل إن العلوم طريق كل مفكر
ومجدد ومحرر وريادي قادت لنا المستنصرية أمة علماؤها أسياد كل بلادي. والسلام عليكم ورحمة الله. الآن نحبس الأنفاس لإعلان الأساتذة الذين نالوا لقب الجامعة المستنصرية بفوزهم بمسابقتها العلمية السنوية. باسمكم أدعو السيد رئيس الجامعة المستنصرية ليتفضل لمنح الجائزة للفائزين. وباسمكم أدعو السيد مساعد للشؤون العلمية والسيد المساعد للشؤون الإدارية ليشتركا في هذا الاحتفال. في التخصصات العلمية الفائز بالمركز الأول من كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد فرج شمر. مبارك للدكتور محمد هذا الإنجاز الكبير ومبارك لكلية العلوم. جائزة الآداب في التخصصات الإنسانية الفائز بالمركز الأول من كلية التربية الأستاذ الدكتور نادي هناوي سعدون. وفاز بالمركز الثاني بجائزة المستنصرية من التخصصات العلمية من كلية الهندسة الأستاذ المساعد الدكتور كاظم كامل رسل. مبارك للأستاذ المساعد الدكتور كاظم كامل رسل ولكلية الهندسة هذا المنجز. وفي التخصصات الإنسانية فاز بالمركز الثاني من كلية التربية الأساسية الأستاذ الدكتور سعدي جاسم عطية. وجائزة الفائز الثالث من المركز العراقي لبحوث السرطان والمراكز الطبية الأستاذ المساعد الدكتور أحمد مجيد حمزة. مبارك للدكتور أحمد مجيد حمزة هذا الإنجاز وللمركز العراقي لبحوث السرطان والمراكز الطبية. وفي التخصصات الإنسانية والفائز بالمركز الثالث من كلية العلوم السياسية الأستاذ الدكتور طه حميد حسن العنبري. مبارك للفائزين هذا الإنجاز ومبارك للمستنصرية. باسمكم نشكر السيد رئيس الجامعة والسادة المساعدين وكل من أسهم باللجان في هذا المنجز. مع الشعر مع عاشق من عشاق المستنصرية شب فيها وكبر وهو صوت مألوف لديكم إنه الشاعر المدرس المساعد محسن الجوراني من كلية الآداب. أهز نخلة الهامي امتان رطبة طيح ويخلص مخاضه وينتهي بسرعة ومثل عيسى ابن مريم تطلع الأبيات تنطق بالمهد والعالم تسمعه. أهز نخلة الهامي امتان رطبة طيح ويخلص مخاضه وينتهي بسرعة ومثل عيسى ابن مريم تطلع الأبيات
تنطق بالمهد والعالم تسمعه، واسجد وانحني وما بيها كل اشكال بمحراب الشمس من تسجد الشمعه. حاير بالوصف، حاير بالوصف، حيرة نهر مقطوع يترجل حياة بقطرة من نبعه. أوصف الجامعة المستنصرية شلون وهي تاريخ حافل منجز مرصعه؟ أطب للجامعة وبعيدها المرسوم أشوف اللي الفرح بيبانها مشرعه. حاير بالوصف، حيرة نهر مقطوع يترجل حياة بقطرة من نبعه. أوصف الجامعة المستنصرية شلون وهي تاريخ حافل منجز مرصعه؟ تصنع قادة، تصنع برلمانيين، تصنع مجتمع بس العلم درعه، تصنع مرأة تحمل غيرة النهرين والجند الغيور جفوفها تصنعه، طبيبة وعالمة وبالهندسة استاذات عشق للوطن وسط ارواحنا نسمعه، كتبت للوطن والقلم كان سلاح، لا تبكي حرام بعينك الدمعة، وصاغت روحها تصنع مرأة تحمل غيرة النهرين والجند الغيور جفوفها تصنعه، طبيبة وعالمة وبالهندسة استادات عشق للوطن وسط ارواحنا نسمعه، كتبت للوطن والقلم كان سلاح، لا تبكي حرام بعينك الدمعة، وصاغت روحها الخد الوطن منديل مسحت دمعته وانصاغت الرصعة بشكات وتضوي دروب كل بغداد من الأحد لحد ما توصل الجمعة. مشكات وتضوي دروب كل بغداد من الأحد لحد ما توصل الجمعة، لهست جامعة من يوم ولدها تنور، لهست جامعة من دم ولدها تنور، استاذ وطالب الدم عزة والرفعة، كل قطرة دمة تزرع ألف استاذ سنابل نور من نور العلم زرعة، كل حبة ضوة تنبع نهر أقمار ونافورة شموس تورد اللمعة. وتعرف ليش صابوا الجامعة التفجير؟ لأن للعلم صارت منبع ومنبر، ولأن كل الطوائف بيها تدرس قام تلم كل من تهدد والذي تهجر. عراق صغير الجامعة كان من فوق نفس الخارطة بس بشكل أصغر. اليوم يوم الجامعة، يا جامعة بس عليك تقول المستنصرية، اليوم يوم الجامعة للفرح شمس وساطعة، هاي العريقة أم الوفا تاج العلم والمعرفة، صوت العبير البالورد تصعد على أركان المجد، ثانية ولله الحمد ترتيبها بكل الوطن، ظل شاهد انت يا زمن تعبر على كل المحن، اش كم عالم وطالب هدى روحه وبقت عبر المدى، بالدم كتب هالقاعدة ينبوع علم وفلسفة وتنبض بحب وعاطفة، وهاي الجموع الزاحفة دعت جرحنا وانتبونا الغالي، شو تريد تطلب منا ونسوي لك؟ من المطلب اللي تريده كيف تدلل؟ انت وطن نريده ارجع الاول، من المطلب اللي تريده كيف تدلل؟ انت وطن نريده ترجع الاول، يا حبنا لتفاعلكم ومعي مع طقس ترديد المستنصرية.
الذي قدمتموه مع الشاعر محسن الجوراني. إذا أهدى لمن يهوى حبيب سأهدي الروح للمستنصرية. إذا أهدى لمن يهوى حبيب سأهدي الروح للمستنصرية. إذا ما أعجب الشعراء يوما بفاتنة ففاتنتي هي المستنصرية. إذا ما طالب أصغى لعلم بجامعة فجامعتي هي المستنصرية. إذا ما عيدت 50 عيدا وخمسا غنت المستنصرية. في عيدها 55 تأتلق الشموع فرحا وتزداد الأزهار ألقا وشدا. أن نكون في العيد نتمنى ألا نفارق، ولكننا نتجه دائما بأنظارنا إلى عيد قابل. سيكتمل حفلنا هذا بتشريف السيد رئيس الجامعة لبدء فعاليات على هامش الحفل المركزي هذا، افتتاح معرض النتاجات العلمية، وبعده زراعة شتلات في إحدى حدائق الجامعة. شكراً لكم وهنيئاً لكم هذا العيد، وإلى العيد 56 سنظل نردد نحب المستنصرية. تصادف اليوم الذكرى 55 لتأسيس الجامعة المستنصرية، هذه الجامعة العريقة التي أخذت اسمها من المدرسة المستنصرية، هذه المدرسة التي أسست على أرض الرافدين قبل أكثر من 8 قرون، والتي تعتبر بحق من أولى الجامعات على مستوى العالم. والحقيقة في هذا العام نستذكر الشعار الذي رفعته الجامعة بأن يكون عام الرصانة العلمية، فبالإضافة إلى الإنجازات المحلية حققت الجامعة عدد من الإنجازات على المستوى العالمي، فبعد تحقيقها لمركزا متقدما في تصنيف الكيوس البريطاني ها هي تحقق وتدخل لأول مرة مع عدد قليل من الجامعات العراقية تصنيف RUR، ولتتقدم على عدد كبير من الجامعات الأوروبية والجامعات الآسيوية والجامعات الروسية. وهذا إن داعي على شيء فإنما يدل على روحية الإبداع عند المواطن العراقي وعند الطالب العراقي الذي علم الإنسانية الحروف والكتابة، وهذا يدل على التواصل مع هذه الإنجازات. ونعرف الجامعة المستنصرية أخذنا وعقدنا العزم على تحقيق مزيد من الإنجازات من أجل رفعة ورقي ومكانة بلدنا العراق العزيز. بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الجامعة المستنصرية، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمنتسبي جامعة تدريسيين وفنيين وإداريين، متمنيا للجامعة المستنصرية النجاح الدائم والتقدم على مستوى الجامعات العراقية والعربية والعالمية. نهنئ الجامعة المستنصرية بعيدها 55، تمنى التوفيق والنجاح لرئاسة الجامعة وعمداء وتدريسي وطلبة الجامعة جميعا. مشاركتنا لهذا الاحتفال هو أننا قمنا بإعداد معرض للمشاريع المتميزة اللي احنا الحقيقة عندنا. هذا المعرض معرض مفتوح في كلية الهندسة للمشاريع التخرج المتميزة ولأهم نتاجات الطلبة
كمشاريع، قسم منها تم تهيئتها كنماذج وقسم تم تهيئتها كدراسات. فهناك مشاركة في أقسام مختلفة، قسم العمارة، قسم الميكانيك، قسم الكهرباء، قسم المواد، قسم الحاسبات، وقسم الطرق، وقسم الهندسة المدنية. هذه المشاركة إن شاء الله تكون في خدمة الجامعة وفي خدمة التنمية من خلال المساهمة بهذه المشاريع. هذا اليوم نحتفل جميعا أساتذة وطلبة بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس الجامعة المستنصرية، هذا الصرح العلمي المتميز الذي طالما كان سببا لتخريج دفعات من العلماء والطلبة المتميزين. يشترك المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية في هذا الاحتفال أيضا بركن لعرض براءات الاختراع التي توصل إليها وجميع ما صدر من نشاطات علمية في هذه المناسبة. نعاهد السيد رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور صادق محمد الهماش باسمي وباسم جميع أعضاء المركز بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف الجامعة المستنصرية عموما. بمناسبة يوم الجامعة المستنصرية أقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى السيد رئيس الجامعة المستنصرية أستاذ الدكتور صادق محمد الهماش وإلى جميع منتسبي الجامعة المستنصرية من أساتذة وطلاب، ونهنئهم بهذا اليوم الذي هو يوم يعتبر يوم العلم، لأن الجامعة المستنصرية منذ نشأتها ولحد الآن هي صرح شامخ في بناء و بناء الصرح العلمي لبلدنا العزيز. للجامعة المستنصرية في عيد تأسيسها في هذه السنة طعم خاص، ولعل هذا الطعم جاء بكثرة النجاحات والتميزات حققتها الجامعة في هذا العام. الجامعة تميزت وعلى مستوى محلي وإقليمي وعالمي بعد أن رفع مستوى تصنيفها العالمي بالتصنيفات الدولية، كما أن الجامعة حققت إنجازات كثيرة على مستوى الجانب التعليمي، إذ أننا في هذا العام طبقنا الكثير من وسائل التعليم الحديثة، منها نظام الكورسات تم تطبيقه، الهدوي تم تطبيقه على السنوات الأربعة، أيضا بدأ عملية الامتحان الإلكتروني والتصحيح الإلكتروني، كما أنجزنا نسبة كبيرة من الأرشفة في الجانب الإداري والعلمي. نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الجامعة المستنصرية بعد مضي 55 عاما. الحقيقة اليوم الجامعة المستنصرية حققت طفرات نوعية على مستوى البحوث العلمية، على مستوى الإمكانيات الأكاديمية، على مستوى طلبتها. اليوم نحتفل أنه بعد ما دخلت الجامعة المستنصرية ضمن التصنيف العالمي RUR، وصارت من الحقيقة اليوم الجامعة المستنصرية متفوقة على الجامعات العراقية ولها تسلسل من ضمن التصنيفات العالمية. اليوم فرصة طيبة أنه نلتقي بزملائنا من مختلف الكليات لتبادل الرؤى والاطلاع على النتاجات العلمية لمختلف للمختلف النتاجات ومختلف البحوث اللي تصدرها كليات الجامعة المستنصرية. سعيدين بلقائكم ولقاء كل الأخوة اللي من الكليات، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح والتألق لجامعتنا الحبيبة. بالنسبة إلى يوم الجامعة المستنصرية، هذا اليوم الذي يختلف عن كل الجامعات في العالم كونها أسست من أقدم الجامعات العربية
عالمية كونها تتميز بهذا التأسيس من آلاف السنين. وهذه الجامعة خرجت العديد من القيادات العلمية والسياسية، وما زالت هذه الجامعة هي الرافد، أحد روافد المعرفة في العراق، وقد فازت في تصنيفات عديدة، ومنها آخر تصنيف حازت على المرتبة الأولى في تصنيف RUR، هذا التصنيف الذي شاركت به العديد من الجامعات العربية وأحرزت المركز الأول. وما زالت هذه الجامعة المعطاء ترفض الكثير من القادة ومن العلماء ومن العالمات على المستوى الجامعي وعلى مستوى العراق، لذلك تعتبر هي واحد من أهم خطوط نقل المعرفة إلى المجتمع العراقي، ومستمرة في هذا العطاء في جميع التخصصات الطبية والإنسانية والعلمية. أبارك ونهنئ للكوادر التدريسية وموظفي جامعتنا العزيزة الجامعة المستنصرية ذكرى تأسيسها لسنة 55 من الإنجاز والعطاء والتقدم العلمي. كانت هذه الاحتفالية مميزة لهذه العام، تم تكريم الأوائل من التخصصات العلمية والإنسانية إضافة إلى المراتب الثانية والثالثة. كان هذا الحفل هو تتويجا لنتاجات الجامعة وإنجازاتها العلمية على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم. نبارك أيضا ونهنئ لجميع الكوادر وموظفي جامعتنا العزيزة. نهنئ كافة منتسبي الجامعة المستنصرية من الأساتذة والطلبة والكادر والسيد رئيس الجامعة خصوصاً بمرور 55 عاماً على تأسيسها. هذه الجامعة العريقة التي خرجت الأجيال لرفض المجتمع بالكوادر التي تقدم له الخدمات والمشورة. وأتحدث عن المركز الوطني للسكري الذي أديره. هذا المركز يقدم الخدمات لشريحة كبيرة من المجتمع، ويقوم بتقديم المشورة إلى الجهات ذات العلاقة وخصوصاً وزارة الصحة بخصوص تسجيل الأدوية الحديثة وحذف الأدوية التي تبدو بها مشاكل مثلاً، والمساهمة الفاعلة في المسوح التي تجرى في العراق بين فترة وأخرى بالتعاون مع دوائر الصحة والجامعات الأخرى. تم حصولي على المركز الأول لجائزة المستنصرية للعلوم لهذا العام. هذه الجائزة هي نتاج لآخر 5 سنوات، تتضمن بحوث منشورة وبراءات الاختراع والكتب العلمية وغيرها من النتاجات العلمية. هذه السنة الثالثة اللي أقدم على هذه الجائزة، حصلت على المركز الثاني في العامين الماضيين، والحمد لله تم تتويجها هذه بالمركز الأول لهذا العام، وتم تكريمي ضمن فعاليات يوم الجامعة المستنصرية. شكرا جزيلا للقائمين على هذه الاحتفالية. نحتفل اليوم بذكرى 55 الجامعة المستنصرية العريقة، وفي هذه الذكرى الجميلة تم توزيع جوائز العلوم، جائزة العلوم والآداب، وحصلت على المركز الثالث والحمد لله، نتيجة لبحوثنا وإنجازاتنا العلمية. ونحن في المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية نوفر فرصة لإجراء بحوث السرطان لتطوير أدوية وعلاجات مضادة للسرطان، بالإضافة إلى دراسة بيولوجية وانتشار الأورام السرطانية في المرضى العراقيين، ونوفر فرصة للباحثين في إجراء دراساتهم عن هذا المرض الخبيث الذي نطمح إلى القضاء عليه.